سلام البنات، مرحبا بكم في قناة لالا توريا. اليوم نقدم لكم الصفة المدفونة بالدجاج خطوة بخطوة، وتبعوا معي المراحل حتى الآخر. كنديروا الماء في القدرة وكنخليوه يغلي، كناخدو الصفة وكنرطبوها بشوية ديال الزيت، وكنحطوها في الكسكاس باش كطيب. كناخدو الدجاج كنضيفو ليه التومة كنضيفو ليه شويه ديال الملح شويه ديال القرفه شويه ديال البزار وشويه ديال سكنجبير وشوية ديال الحرقوم كنديرو شوية ديال الزيت في جميلة وكنزيدو عليه جوج بصلات مشلضين وكنزيدو عليه هذاك الدجاج اللي صرمنا باش كنخليوه يطيب. وجوج وراق ديال سيدنا موسى. فاش كتفور لينا الصفة التفويرة الاولى كنديروها في القصري
كنضيفوا عليها الماء باش ترطب. كنعاودو نردوها للكسكاس باش تفور لينا تفويرة تانية. فاش كتفور لينا التفويره الثانيه كنعاودو نحطوها في القصري. كنضيفو ليها الملح كنعاودو نحطوها في كسكاس باش تفور لينا التفويره الثالثه وهي اخر تفويره.